وفي بداية جولتنا الإخبارية لليوم، دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وأيضا توزيعها وبيع أساور حج الحج وتأمين وسائل النقل وغيرها من الإعلانات اللي قد تكون مضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية. وأكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق من يتم ضبطهم. يعني نتكلم عن موسم الحج تحديدا، يمكن في كل مكان، في كل فترة نقول في هاي سيزن أو موسم لأي أمر معين تكثر فيه حالات النصب والاحتيال. الجهات المعنية مشكورة من بداية صحيح. يعني من بدينا نقرب من موسم الحج، هي دائما تقوم بحملات توعويه نوعيه بحيث انها توعي المواطن والمقيم وحتى ضيوف الرحمن. حتى ضيوف الرحمن. وبعدين اضيف على كلامك رؤى، انه يعني فعليا شوفي، احنا اليوم مع التكنولوجي ومع يعني السمارت فونز وجوالاتنا والحياه السريعه، وانه كل شيء صار اونلاين، صار يعني كل ما تطور حتى نظامنا الامني في تليفوناتنا او في التطبيقات اللي عندنا، كل ما تطور اسلوب النصب والاحتيال، فلذلك وجب التنبيه. ففعلا فعلا شكرا للامن العام على هذا التنبيه، وزي ما تفضلتي رؤى، المقيمين والمواطنين وايضا الضيوف يعني لازم انه احنا نبلغ بعض وننشر هذا الوعي. وزي ما بتقولي، يعني دائما هذه الخدمات بتكون مقننه، طالما انه هي مقننه فهي الاسهل والاوفر وغيرها. دائما النصب والاحتيال بيكون يقول لك انا اديك سعر افضل، انا اديك سعر ارخص وهذا.